بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بكلمكم عن برنامج كيميل, وهو عبارة عن بريد أو قارئ بريد خاص بي, مو بخاص بي, ممكن تنزله ثم, ولكن غالبا يجي مع واجهة الكي دي اي فتحصله افتراضي بتوزيعات مثل كوبونتو. تمام, الميزة بهذا البرنامج هو طبعا التوافقية الكاملة مع واجهة الكي دي اي. هذه الشغلة. الشغلة الثانية, فيه حاجات متقدمة جدا موجودة في هذا الخادم. شخصيا كنت استخدمه فترة طويلة أول ما انتقلت إلى شو اسمه جنو لينكس, كان هو المفضل عندي. تمام, كبديل قوي صراحة لبعض القارئات البريد اللي متعود عليها, ولكن بعدين اكتشفت أني ثندر بيرد أحسن لي. ولكن يبقى قوي لبعض الناس ويبقى موضوع التفضيل. بتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن طريقة التعامل معه الأساسية. طبعا في خيارات وهو إلى آخره ممكن ما أتكلم عنه بالدرس هذا, ولكن منتدى الدعم الفني مفتوح لكم 24 ساعة. إذا واجهت مشكلة ممكن تسأل هناك, وإن شاء الله تعالى راح نجاوبك أنا والشباب الموجودين هناك. شكرا للشباب الموجودين هناك بالمناسبة. طيب, ايش راح اتكلم عنه؟ اول شيء قارئ البريد, الفائده منه اقرا بريد. تمام, فبدل ما انك تروح تفتح الجوجل وتدخل دخل الباسورد حقك ثم تقرا رسالة او تفتح الهوت ميل, ما ادري هوت ميل اسمه لايف اعتقد اسمه الحين. تمام, وبدل ما تروح مثلا الياهو ممكن تجيب رسائلك هنا مباشره, بشرط يكون يدعم مزود خدمه البريد انك تقدر تقراه بمكان غير المتصفح. طيب, هذه حاجه. الحاجه الثانيه, كيف نبدا نشتغل؟ اول حاجه بتسوي اكيد انك بتزبط بريد, عنوان البريد الخاص بك. تمام, اوكي, راح نروح مباشره هنا على اعدادات. طبعا لاحظ ان استخدم اللغه العربيه, ما زالت ناقص اللغه العربيه نظرا هذا الاصدار جديد, وفي باقي حاجات كثيره ما تعربت. ولكن خلونا نروح للاعدادات, عفوا ادوات مرشد الحسابات اللي بالانجليزي بيكون, اقول لك شيء اللي يعرف انجليزي خلاص يدبر نفسه, مرشد الحسابات. اوكي, من هنا تقوم تنشي حساب جديد. لاحظ انه هنا قال لك الاسم, ممكن تكتب هنا اسمك, هنا البريد ممكن تكتب بريدك. تمام, طيب راح اكتب هنا اسمي عبد المجيب, بالمناسبه اقدر اكتب العربي. تمام, عبد المجيب محمد. اوكي, البريد امه لكل بريد وناسه العربي, عبد المجيب ات عرب وناسه هذا مشكله العربي جنو لينكس دوت كوم. ها احنا دوت اورك, يعني شلون منظم من من خلاص خلوا منظمه. تمام, تخيل انه موجود بالطريقه هذه. طبعا هو موجود لكن احنا نحلب, ما في شيء نحلب. طيب, عبد المجيب عرب جنو لينكس توتورك, هنا يقول دخل باسورد, او دخل باسورد غلط مزاج, خايف يطلع رساله خاصه, او ما بي ما موضوع الرساله خاصه, ولكن في شخص ممكن توصل رساله تقول ليش طلعت بريدي قدام الناس. طيب, find provider settings. تمام, on the internet. هذه الفائده منها هي انه لما تحط علامه صح, اذا كان مزود خدمه البريد معروف زي جوجل ياهو هوت ميل, مباشره راح يجيب لك اعداداته من هنا ويشغل لك البريد. ولكن اذا كان شخص مسكين ضعيف مثل عرب جنو لينكس, تمام, تشيل علامه الصح هذه وتضغط على نيكست بحيث انك تختار نوع البريد اللي حاب توصل له. غالبا 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 الناس تستخدم اي ماب او بي او بي. تمام, الاي ماب عباره عن بروتوكول خاص بمزامنه البريد, بحيث انه البريد يبقى موجود بالسيرفر. لو فتحت بريدك باي مكان بالعالم عن طريق الاي ماب بتحصل رسائلك موجوده وبتصلك على البرنامج. البي او بي لا, البي او بي مجرد ما توصل رساله تقراها تنحذف من السيرفر, خلاص قريتها بمكان معين, خلاص ما بتقدر تقراها بمكان ثاني. هذه ممتازه اللي اذا كان عندك يعني حسابات كثير البريد ممكن تستخدمها. اوكي, ممكن تشيك فور مور اذا حاب تشوف اذا في مجهود زياده, ولكن مو بلازم. نيكست راح يقول لك ادخل اعدادات, ممكن اذا كان اعدادات خاصه ممكن تعدل من هنا. اوكي, نيكست. طبعا انا بيسوي لي ازعاج الحين عند موضوع الباسورد انه غلط, ولكن بسحب عليه. راح تنتظر شوي لما انه خلص. اوكي, خلص فينيش. طيب, لاحظ انه جاك الرساله هذه, ان شاء الله يمدينا احذف الحساب بسرعه. طيب, طيب راح احذف الحساب الحين بس علشان ما يسوي ازعاج بالدرس. ايدنتيتيز, تمام. طبعا لاحظوا في ايدنتيتي ثانيه, ما عليه منها. الاكونت من هنا يحذف. ها, ما جاء مير بشركم كيفه, نحذفهم بس كلهن. ازل, طبعا ما اقدر ازيل هذه بسبب انها افتراضيه. طيب, هذه طريقة إضافة البريد. طبعا من هنا ممكن تختار المجلدات الموجودة عندك بالبريد. الآي ماب راح يعطيك المجلدات الموجودة عندك في البريد حقك, تختلف طبعا. خلونا نشوف الإعدادات بسرعة. تمام, ملف من هنا ممكن تستخدم, طبعا ما هتكلم عن كل هذولي لأن حاجة سهلة, ولكن هنا ملف رسالة جديدة, ممكن تسوي رسالة جديدة من هنا, وممكن تختار الأيقونة هذه, شايفين الأيقونة هذه, ممكن تضغط عليه وخلاص. تمام, جديد ممكن تضيف حاجة ثانية, هي رسالة من قالب, أو ممكن أنك تضيف جهة اتصال جديدة إلى
حسب العناوين اللي عندك طبعا اعتقد اي اوكي انا هذه المشكله اللي قلت لكم في عندي الاون كلاود هنا فما حاب اني اضيفه جهات اتصال خاصه بي ولكن ممكن انك تربط بالاون كلاود اذا كان عندك اون كلاود والى اخره تدخل بيانات هنا وخلاص طبعا تكلمت عن الميزه هذه كيف تقدر تسوي لك كيو ار كود طيب من الاشياء الموجوده هنا اللي هي التمس البريد وهي خاصه بتحديث البريد هل جد بريد جديد ولا لا ممكن تشيك على البريد في مجلد واحد ممكن انك تحط الظهور دون اتصال او العمل بدون اتصال عفوا تحرير مجرد اختيار حذف قصص شغلات بسيطه تعرفونها العرض كيف حاب انك تعرض طبعا قائمه الرسائل ممكن تختار نوع الفرز الفرز حسب الاسم حسب المرسل حسب مدري ايش شغلات طويله عريضه تمام هنا ممكن تستخدم هجات ثانيه برضو نفس الطريقه هنا ممكن تستخدم السمات الموجوده العاب تستخدم سمات عاديه بسيطه سمارت الى اخره تصدقون اني شكلي بضبط كيمياء بعد شويه ذكريات جميلة طيب عرض بالنسبة للهيدرز الخاصة بالهيدر الخاص بالبريد ما أدري صراحة إذا في شيء معين هنا ممكن نتكلم عنه ولكن مبلازم ذهاب مجلدات ممكن يضيف مجلدات خاصة تحديث مجلدات وإلى آخره هذا خاص بإدارة المجلدات الرسائل ممكن يضيف رسالة جديدة ما أدري صراحة create to do هذه حلوة إذا كان تسجل تستخدم التدو اللي يسمى الأعمال اللي بحاب تنفذها يعني أوكي الأدوات لاحظ إنه هنا في بحث دفتر العناوين مدير الشهادات الرقمية تمام هذا خاص بالتشفير خلونا ننزل بسرعة إلى مرشد الحسابات تمام لاحظ إنه هذا هو الفائدة من إضافة الحسابات تكلمت عنه قبل شوي لكن لو جينا هنا مباشرة دخلنا على اضبط كيميل تمام هنا أحسن إضافة الحسابات من هنا أحسن أضف اختر نوع الحساب تمام بعدين يقول ضبط الحساب من هنا دخل الباسورد والى اخره بنفس الطريقه لاحظ راح اضبط البيانات اللي هنا اضبط اذا عندي بورتات معينه اختار نوع الشهاده من هنا تمام طبعا تختلف نوع الشهادات بعض المزودين الخدمه يستخدم SSL بعض مستخدم ستار تي تي كي ليست تمام فتختلف طيب وضيف حساب من هنا هذا بالنسبه لحساب الاستقبال في حساب الارسال لاحظ انه هنا في عندي حساب SMTP حسابات الارسال تختلف على الرسالة. طبعا فيها لابس شوي خاصه موضوع الايدنتيتيز طبعا كان عندي مشكله بعد عشان اوضح لك كنت اواجه مشكله بموضوع الايدنتيتيز ما كنت افهمه الايدنتيتي يختلف عن الاكونت الايدنتيتي عباره عن معرف لما توصل الرساله حاب تعرف نفسك على انك مين تمام عبد المجيب ممكن تضيف معرفات ثانيه ولكن البريد نفسه يختلف عن ذاك يعني ممكن ترسل رساله معرف ثاني طيب من الاشياء المهمه الاغلب المستخدمين هي الشكل المظهر فممكن يتعدل الخطوط الالوان واحده من الاشياء المهمه جدا بالنسبه لي ومتعود اني اقرا البريد بالطريقه هذه اللاي اوت او التقسيم الخاص بالبريد احب دائما انه يكون لاحظ انه عندي هنا تمام المنطقه هذه قراءه الرساله او العناوين الرساله المنطقه هذه قراءه الرساله انا متعود انه يكون بشكل عمودي فانا ممكن اني اختار الخيار هذا الثاني تمام واضغط على طبق راح تلاحظ انه تشقلب شوي مو بشوي ولا تشقلب قوه هذا دونت شو مسج بريفيو بين اوكي بالطريقة هذه ولا بالطريقة ذي في شيء صار يا جماعة الخير اوكي اوكي رجع طبق طيب نكسد المسجز يبدو عشان ما عندي رسائل فما طلع عموما تظهر لك العنوان تضغط عليه ثم تقدر تقرا الرسالة بالمنطقة هذه طيب اوكي في من الحاجات الجميلة الثانية هي قائمة الرسائل اذا حاب تعدل على الاشياء ولكن السيستم تري عبارة عن شريط المهام الموجود تحت البرامج المشغلة تشتغل فمن تحط على علامة صح هذا بيظهر برنامج موجود تحت بالصين ما أدري كاتبين صينية النظام صينية بطاطس ما أدري ولكن اسمه أعتقد صينية النظام اللي هو الإكس تري تمام فممكن تحط على علامة صح حط علامة صح على هذه إذا كنت حاب تشوف الرقم الخاص بكم في رسالة ما قرأت تمام فممكن تستخدم رقم هل تحب إنك تظهر هذه دائما بحيث إن دائما تكون موجودة أو فقط إذا ظهر رسالة جديدة أوكي مسج تاكس ما يحتاج الكمبوزر ممكن يتعدل اعدادات خاصه اهمل اعدادات خاصه بالكمبوزر نفسه ولا صح المرسل تمام فممكن تستخدم توقيع رقميه شغلات طويله عريضه هنا اوكي الحمايه في مواضيع خاصه بالحمايه وفي عندك هنا بعض الاضافات بالطريقه هذه تقريبا اعتقد اني غطيت اهم الجوانب الموجوده بالبريد البريد ممتاز جدا خاصه للي مركز على بيئه الكي دي اي يستخدم الكي دي اي بشكل مستمر اي مشاكل اي استفسارات عن هذا البرنامج منتدى الدعم الفني مفتوح 24 ساعة خلال أسبوع ادخل عليه موجود تحت الرابط واسأل أي سؤال راح نجاوبك إن شاء الله في أمان الله.